توقعات من خصوص المقابلة أنا في الظن ديالي مربوحة. شحال أخويا؟ تقريبا اللي ربحوا هي بجوج الزيرو راه كافة. فرحانة اليوم الله يكمل عليهم بالخير، الله يكمل عليهم الكاس إن شاء الله غادي يديو إن شاء الله بإذن الله وبالجهد ديال سيدي ربي، وغادي إن شاء الله غادي يربحوا. وحنا الدعوات ديالنا كنصليو وكندعيو معاهم. الدعوات ديالنا هي الكاس يدخل المغرب إن شاء الله، يدخل المغرب، يدخل المغرب. من هذا المنبر المغرب رابحة إن شاء الله. شحال غنربحوا أخويا؟ رابحين نسجلوا واحد لوليج الزيرو. يعني كما نقولوا حتى حنا عندنا لاعبين اللي في مستوى كبير، ما غاديش نتخوف. يعني حنا عندنا لاعبين في مستوى كبير، اي واحد نسكاو ليه حيت عندنا مدرب مغربي. اللي مرضي والديه هو لاعي مارك، هو الاول زياج، هذاك هو لاعي ماركي، هذاك هو الاسد. خويا العزيز كتبان لي ناشط فرحان مع المنتخب. من طبيعه الحال المنتخب راه هو راه ساكن في الدم ديالنا، راه مهمه في الحياه لجميع المجتمع. الى جابوا هذا الكاس هذا للمغرب راه التقديم والمستقبل غادي تكون لجميع الاجيال، لا من صغير ولا من كبير. ولي تنطلب انايا من المدرب يعطي الخطه اللعابه، خطه زوينه باش الحمد لله باش يكون عندهم واحد الهدف زوين في المستقبل، والجمهور والشعب المغربي كله والدوله المغربيه والجميع الافراد المعنيه بالامر سواء في المغرب سواء خارج من المغرب سواء من جميع الاشقاء. واخا التوقعات ديالك بخصوص المقابله؟ من التوقعات من خصوص المقابله انا في الظن ديالي مربوحه. شحال اخويا؟ تقريبا اللي ربحوا هي بجوج الزيرو راه كافه، وما يحاولوش يفشلوا، خاصهم يبقاو اقوياء وخاصهم يعطيو جميع من مجهودات ديالهم باش يمكن الكاس يوقع المغرب. اي اخو بغينا الرباح، الرباح ان شاء الله بغينا الرباح. التوقعات ديالك بخصوص المقابله؟ التوقعات ديالي هي الرباح، هي الرباح ان شاء الله، الرباح بغينا الرباح. شحال اخويا غير الرباح؟ بغينا الرباح جوج الزيرو ان شاء الله، بغينا الرباح. شي رساله للاعبين اخويا؟ وديما مغرب. كنشكر زياش وكنشكر حكيمي وكنشكر الركلا المدرب على راسهم المدرب الركلاكي، وكنشكر جميع المغاربه اللي كيساهموا في هذه المبادره. محمد نشطتي مع المنتخب؟ نشط الحمد لله، والله تنشط وفرحت، وفرحت بهذه البادره هذه، وديما مغرب ان شاء الله، وبغينا الرباح. توقعات ديالك بخصوص كاس العالم؟ التوقعات ديالنا هي الكاس يدخل المغرب ان شاء الله. ويوسف الرياضي المشهور في منطقه حي مولاي رشيد، التوقعات ديالك بخصوص المقابله ديال المغرب وفرنسا؟ اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم، نهضروا على المقابلات. قبل نهضروا على المقابله ديال فرنسا باش نهضروا على المقابلات اللي جراو من المنتخب المغربي. يعني اول منتخب يعني واحد الايقاع اللي ما نزلوش، يعني بقى طالع الايقاع ديالنا ديال المنتخب المغربي. كما كتشوف في المقابله ديال كرواتيا، يعني اللي فريق بقى نهائيات كاس العالم 2018، يعني وبقينا مع هذيك النقطه كما كنقولوا راه مزيانه المنتخب المغربي. مقابله ديال بلجيكا اللي مكلاسي عالميا دوزيام، يعني انتصرنا عليه. الفريق الكندي اللي كيلعب في الصمت، يعني رغم ذلك انتصرنا عليه. واللي خصو يعرف بعض الجماهير هذاك الفريق ما خسرش مقابله في الاقصائيه الحمد لله. كما كتشوف المقابله ديال البرتغال كانت صعيبه جدا، وعرف الركراكي كيفاش يستغل الخصم، يعني نقطة ضعف ديال البرتغاليين، وسجلنا الهدف الحمد لله. كما كتشوف لاعبين في مستوى كبير كنقولوا لهم، يعني وكيلعبوا في فرق كبيرة الحمد لله. كما كنهضروا على المقابلة ديال المنتخب الفرنسي، يعني كما نقولوا حتى حنا عندنا لاعبين اللي في مستوى كبير، ما غاديش نتخوفوا. يعني حنا عندنا لاعبين في مستوى كبير، اي واحد نصدوا ليه حيت عندنا مدرب مغربي الحمد لله الركراكي، يعني العالم كله شافنا. وكنشكروا من هذا المنبر على المجهودات اللي قوموا بها اللاعبين وانسجام والامهات والاباء. يعني ديما الركراكي ديما ماغوك ماغوك. كتبان لي ناشط الحمد لله. ضرب جوج لواحد. التوقعات ديالك بالنسبه للمقابله ديال فرنسا والمغرب؟ تاع غدا ان شاء الله نربحوا بجوج لواحد، جوج لواحد ولا واحد زيرو ان شاء الله. الكاس تاعنا مضمون 100% تاعنا، ضربنا كاع الواعرين، بقات لنا فرنسا نضربوها ان شاء الله ولا بغى الله. شو شحال من واحد مسلم في الدول العربيه كامله تدعي لله سبحانه وتعالى باش ديه المغرب، وعديه ان شاء الله والله الا غنديو. نشطتي مع المنتخب؟ ونشطنا عشنا فرحنا كل شيء، نسينا هادشي الهم تاع المغرب، ولكن نشطونا المنتخب الوطني الله يرحم الوالدين نهنيهم من هذا المنبر. خويا ريان التوقعات ديالك بخصوص المقابله ديال المغرب وفرنسا؟ نربحوهم. شحال غنربحوهم؟ انت ماك حشمان اصاحبي. نربحوهم بشي كلشي ناشط، انت اللي كتبان لي كاع اصاحبي.
ربحهم بجوج لزيرو. رجوج لزيرو اخويا، شكون اللي غيمارك؟ انا ماركي زياش وصابر وحكيم. شوف الكاميرا شي رساله للاعبين. رساله للاعبين، كنتمناكم تربحوا يد واحده واللي خلينا بونو وكيلعبوا مزيان. نشطونا في نشطونا في المونديال هذا ياك. تحيه للجمهور زعما قطر والناس الدول، كاع الدول دابا معانا حنا الحمد لله. كاع الدول معانا، كاع الدول معانا، كلهم معانا الحمد لله. شنو الشعور ديالك اخويا سعيد؟ خويا الشعور ديالي بغيت نربح والله، عاش الملك. ما لا باغي نربحوا والله. كاس العالم ديالنا ان شاء الله. كاس العالم ان شاء الله غادي يكون ديالنا. الكاس ان شاء الله غادي يديو ان شاء الله باذن الله وبالجهد ديال سيدي ربي. وغادي ان شاء الله غادي يربحوا. وحنا الدعوات ديالنا كنصليو وكندعيو معاهم. نسيتي الهم والمشاكل؟ نسيتي المشاكل؟ نسيتي والله تنساونا في كل شيء. كتفرجي في الماتش باش كتحسي شنو الشعور ديالك؟ عرفتي بالفرحه والقلب ديالي ما نكذبش عليك، الله اللي مطالع. التوقعات ديالك بخصوص المغرب وفرنسا؟ رابحين ان شاء الله، عندنا فرقه مزيانه. حتى والد الركراكي دار واحد الانسجام بين اللاعبين، خلاهم ماشي لعابه، خلاهم خوت. ومن هذا المنبر المغرب رابحه ان شاء الله. شحال غنربحوا اخويا؟ رايحين نسجلوا واحد لولي جزيره.